السر الوجودي جميلة. المرأة تحرص دائما على أناقتها ومظهرها الخارجي في الآونة الأخيرة. بدأت عيادات الطب التجميلي تأخذ حيزا كبيرا في هذا المجال. للحديث عن هذا الموضوع نستضيف الدكتورة نورة أبو حمد من كفر قرع، صاحبة عيادة كلينيكا نورة. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك معاد. شو أخبارك؟ تمام الحمد لله، وشكرا لك على استضافة اليوم. أهلين. عندما نتحدث عن الطب التجميلي ماذا نقصد تحديدا؟ شوف، اليوم الطب التجميلي صار الجمال جزء لا يتجزأ من حياتنا حتى اليومية، لا يقتصر فقط على النساء، كمان على الشباب، كمان على الرجال، صح. اليوم الكل بيهتم بأنه يكون جميل المظهر تبعه، خاصة اليوم البشرة كتير بنهتم فيها أنها تكون بدون أثار حبوب أو تصبغات أو هاي إشي. فاليوم كتير إحنا بنهتم في التجميل، فاليوم الناس صاروا يروحوا، صار زي ترند هيك الجمال على الموضة التجميل. على الموضة، صح. كيف بدأ هيك تخصصك في هذا المجال، وكيف قررتي إقامة عيادة خاصة بك في المجتمع العربي في كفر قرع؟ مزبوط صح. بعد ما أنهيت دراستي كطب عام، أنا من زمان في عندي كتير بهتم في أمور البشرة والأمراض الجلدية، فحبيت أروح على هذا المجال وحسيته كتير مناسب لإلي، وفتحت كلينيكا عنا في البلد، والحمد لله اليوم هذا المجال كتير مفتوح وفي إقبال عليه كتير. كيف تتعامل المرأة العربية مع كل قضية الطب التجميلي؟ اليوم المرأة العربية صارت كثير واعية لأمور التجميل. بلشت إنه أكثر تهتم في حالها، تشوف وين في أمور لازم تزبطها. كانوا قبل يخجلوا إنهن يروحوا عند دكتور تجميل أو إشي، لكن اليوم لا، صار عنا إنه وعي أكثر. بتسمع كثير عن حقن الفيلر، البوتوكس، البلازما، احكي لنا اكثر، اعملي لنا هيك، وضحي لنا شو الفرق بيناتهن وين انت ممكن نستعملهن. تمام، في فرق كبير بين البوتوكس والفيلر. البوتوكس يستعمل بيعمل انه بيقلص من خلينا نقول التجاعيد الموجوده، تعبير الوجه الموجوده في وجهنا، ان كان في جبين او حوالي العيون او حوالي التم. اما الفيلر هو يستعمل للتعبئه، بنعبي فيه التجاويف الموجوده في البشره، ممكن نحقنه في الشفايف او في الخدود، نعمل فيه تفاصيل يعني الوجه. في ممكن يكون له تاثيرات اعراض جانبيه. نعم، اعراض جانبيه ممكن تكون فقط اول يومين مثل احمرار او انتفاخ، او ممكن نقول الهيماتوما اللي هي بتكون زراق شوي، لكن مع الوقت بتروح. أي متى يجب على المرأة أن تقدم على جراحة تجميلية؟ وأنت بتقترحي عليها كدكتورة؟ لما بتحس في وجهها بحاجة إنه يكون في مثلاً كثير برز فيه تجاعيد، أو برز فيه كثير مثلاً تصبغات أو أمراض جلدية، بنصحها تروح. أو كشوية ترتيبات في وجهها، يعني في ناس مثلا بيكون في عندهم سواد تحت العيون او كثير تجويف اللي بخلي مظهرهن اكبر بالسن، فبنصح حتى في جيل صغير اللي هو خلينا نحكي من فوق ال 18 يبلشوا انه يحقنوا. في عنا كمان علاجات اللي زي ابر النضاره اللي بتكون فيها مواد طبيعيه زي كولاجين، احماض امينيه، انزيمات، كلها بتساعد البشره على انها تمنع علامات تقدم السن. وإذا بنحكي عن أسعار، هل هي باهظة أم إنها في متناول اليد؟ شوفي، الأسعار هي متوسطة، لأنه المواد نفسها هي بتيجي غالية، لأنها بتكون مصنعة عشان تضلها لوقت طويل في جسمنا وما تعمل أي أعراض جانبية. فتعتبر الأسعار حاليا متوسطة، يعني لا باهظة كثير ولا تحت المعدل. اليوم ترند أو الموضة أكثر على إيش اليوم بيروحوا الفتيات؟ والنساء شوفي، الفتيات الأصغر في العمر بروحوا أكثر بوتوكس وفيلر. خلينا نحكي النساء المتقدمات أكثر بالعمر كمان بروحوا على البوتوكس، وكمان أكثر بيهتموا في بشرتهن إنه تكون زي إبر النضارة، زي علاج التصبغات كثير هذا ماشي اليوم. كمان بيعانوا كثير النساء من سواد تحت العيون، فكثير هاي العلاجات مطلوبة. كمان الشباب الصغار بيعانوا كثير من حب الشباب وأثاره، فإحنا بنعالج كل هاي. كيف ممكن تعالجي حبوب الشباب وأثاره؟ في عنده عدة علاجات، في علاج مثل البلازما، ممكن كمان مع دمج مع علاجات الليزر والتقشير البارد. وفي كمان بلازما للشعر اللي إحنا بنحقن
كمان بنسحب الدم، بنعمل تنقية لكل الخلايا الدم ونعيد كمان. لا خلينا نوضح موضوع الشعر. الشعر هو انه بنيجي بنسحب دم، ناخذ خلايا الدم بنصفيها بنقيها ونعيد حقنها في الراس اللي على اساس انها تحفز كمان ماده الكولاجين وتغذي البصيلات وتعيد انتاج الخلايا وانه يطول الشعر من جديد. يعني ممكن للي بكت شعرها او ممكن عند الرجال تصلع بالضبط اللي عندهن فراغات، لكن اللي وصل لدرجه صلع لا، هاي بيكون هون بده زراعه. احنا عم نشوف هون الصور اللي بعثت لنا اياهن، فممكن تحكي لنا ايش عم بصير موضوع نحت الوجه اليوم؟ يعني هل كمان موضوع الحقن هو علاج له؟ كمان نحت الوجه ممكن نسويه مش بس بالفيلر، ممكن كمان نسويه بخيوط. اليوم في الخيوط الدارجة او الذهبية، خيوط شد البشرة اللي هي بتكون في يعني بتخلي الانسجة تتقارب اكثر من بعضها، بتكون بشد الوجه كمان ممكن تساعد على انه تعطي اكثر من انتاج الكولاجين والإلاستين في البشرة. دكتورة نورة، أي نصائح بتقدميها للنساء للمحافظة على نضارة البشرة وعدم جفافها في هذا الطقس خاصة؟ أولا أكيد البشرة بتطلب كثير عناية، أهم إشي أنه دائما ننظف الميك اب منيح، ما ننامش دائما في الميك اب. في كثير نساء اللي ما بيقوموا بتنظيف البشرة منيح بيعمل على انسداد مسامات البشرة وبخلي كل البكتيريا تتجمع فيها، وهذا بيؤدي أنه يكون في حبوب أكثر. فلازم ننظف البشرة منيح، نشرب كميات كافية من الماء، ساعات النوم بتأثر أكيد. وكمان العلاجات الثانية ممكن أنه كمان نأخذ كولاجين اللي هو بروتين مهم جدا لمرونة البشرة ونضارتها، نشربه كمسحوق وكمان نحقنه كإبر، يعني نداوم على العلاجات اللازمة لبشرتها. نعم، يعني كمان إذا شربناه كمسحوق ممكن يساعد؟ بيساعد، بيساعد كمان كمسحوق وبيساعد كحقنه. يعني إذا بنعمل دمج مع بعض بيعطي نتيجة جدا رهيبة للبشرة. أي فئات عمرية هيك بالعادة الذين يرتدون العيادة لإجراء تجميل طبي؟ وطبعا هل هذا بيقتصر على المتقدمين في السن ولا كمان مش في الضرورة؟ أغلب العلاجات إحنا بنقدمها فوق جيل 18، لكن في ممكن تحت جيل 18 اللي بيكونوا يعانوا من حب الشباب، لكن البوتوكس والفيلر وكل هاي الأمور بنفضل يكون بعد جيل 18. بخصوص التغذية ونوعية الأطعمة اللي بناكلها، هل لها تأثير على البشرة والجلد؟ أكيد طبعا، لازم دائما تغذية صحية، ناخذ الأكل كمان اللي كله غني بالمواد الصحية والفيتامينات والمعادن. وكمان بنصح دائما المتعالجين انهم كل يوم ياخذوا حبة ملتي فيتامين، اللي في ناس ما بتاكل اكل صحي او بيكون غني بالفيتامينات او البروتينات، فكمان ياخذوه من المكملات الغذائية. ذكرتي التصبغات الجلدية، كيف ممكن نعالجها؟ كمان التصبغات الجلدية بيكون لها بروتوكول كامل، بيكون دمج بين علاجات. كمان الليزر ممكن يكون تقشير، ممكن يكون بلازما، عدة علاجات مع بعض بتعطي نتيجة، لكنها بأخذ شوية وقت لإلها أكثر من باقي العلاجات، لكن بيكون نتيجة في النهاية. دكتورة نورة، كلمة أخيرة ترغبين بتوجيهها للنساء وخاصة لمن يتخوفن من كل قضية الطب التجميلي؟ أكيد بحكي له إنه ما في إشي بخوف، ما في أعراض جانبية، كوني حلوة. أكيد هي حلوة كيف ما كانت، بس إحنا بنجملها أكثر، والجمال هو صار اليوم دائما، واليوم هو من أهم الأشياء الموجودة في حياتنا. كن جميلا ترى الوجود جميل. الدكتورة نورة أبو حمد، شكرا لك على هذه المعلومات المفيدة والقيمة. حبيبتي شكرا لك معاد، جزيل الشكر لطاقم هلا.